وللمزيد حول اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي معنا من هناك مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، أرحب بك وإطلاعنا على تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء وأيضا أبرز الرسائل التي جاءت به. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما هذا الاجتماع الأسبوعي دائما ما يخرج بقرارات هامة وتمس المواطن بشكل مباشر، ولكن هذه المرة كانت القرارات تخص الاستثمار والمستثمرين بشكل أكبر عن المواطنين، مما يصب في نهاية الأمر لصالح المواطن بشكل عام. هذه القرارات بدأت بالفعل بعد أن تم تصريحا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن ملف الاستثمار بشكل عام منذ 2018 بجانب وزارة الاستثمار. هناك يعني اتجاه مباشر من رئاسة مجلس الوزراء للتعامل مع ملفات الاستثمار بشكل عام في جميع المجالات، وعلى هذا الأساس قام الدكتور مصطفى مدبولي في هذا المؤتمر بفتح الباب لجميع المستثمرين للتقدم بشكل مباشر لرئاسة مجلس الوزراء للحصول على هذه التصريح المختلفة للتعامل مع الملفات الاستثمارية المختلفة بشكل عام. هذه نقطة، وبناء عليها تحدث أيضا عن إطلاق المشروع الخاص بالبطاقات الذهبية. هذه البطاقات التي تم استخراج 9 بطاقات، بالفعل 9 بطاقات ذهبية تم استخراجها لعديد من المشروعات، منها مشروعات الفندقة، مشروعات يعني استخراج الأمصال وتوطين صناعة الأمصال، وأيضا التخزين والتعبئة بشكل عام. هذه المشروعات هي التي تم استخراج لها البطاقات الذهبية، وهي 9 بطاقات ذهبية لأنها يعني توفر من الإجراءات وتيسر الإجراءات وتسرع أيضا عملية استخراج هذه البطاقات أو التصاريح الخاصة بالاستثمار بشكل عام. هناك أيضا جاري العمل على 4 رخص أخرى، ولكن بعد أن يتم يعني توفية جميع الشروط الخاصة باستخراج البطاقات الذهبية، هناك 4 أخريات جاري العمل عليها بالفعل يتم الموافقة عليها في وقت قريب. تحدث أيضا الدكتور مصطفى مدبولي في هذا الاجتماع عن الطروحات المختلفة التي سيتم عرضها خلال 3 أشهر أو 5 أشهر من الآن، وهذه الطروحات ستكون للمواطنين والمستثمرين بناء على المعايير التي سيتم وضعها إذا كان من المهم الاستثمار عن طريق المواطن أو عن طريق المستثمرين أو الشركات المختلفة خلال 3 أشهر أو 5 أشهر من الآن. ولكن أيضا كان هناك نقطة هامة تم النقاش بها داخل هذا الاجتماع، وهي فكرة الغاز المسال أو الغاز الطبيعي وإسالة الغاز الطبيعي، ومنها مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي. وتم اليوم الحديث خلال هذا الاجتماع عن الشحنة رقم 500 التي تم تصديرها بالفعل عن طريق هذا المصنع الذي قام بتصدير ما يقرب من 7.2 ملايين طن خلال 3 سنوات الماضية بعد أن كان هذا المصنع قد توقف لسنوات عديدة. ربما هذه هي يعني أهم النقاط التي تمت مناقشتها اليوم في هذا الاجتماع، والآن أعود إليك. نعم، أشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا مباشرة من مقر مجلس الوزراء.